جاءت جائحة كورونا، ولكنها لم تثننا عن القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية التي بثت عبر البرامج الثقافية، بثت عبر روابط، رابط المديرية الجهوية للثقافة، ثم رابط الخزانة الوسائطية بطنطان، رابط قاعة العروض والندوات بأسا، ثم المحافظة الجهوية للتراث الثقافي. إذن قمنا ببعض الأنشطة التي تمت عن بعد. هذه الأنشطة لدينا إحصائيات كافية، ولكنها تشمل التراث الثقافي، تشمل الأمسيات الفنية، تشمل ندوات المسرح، الشعر، الفن التشكيلي، المسابقات الثقافية للأطفال، مسابقات ثقافية للأطفال، ثم ورشات تكوينية حول التنشيط، طرق تنشيط تربوي، ثم قراءة في كتب وأمسيات دينية. هذه عندنا إحصائيات، هذه الإحصائيات التي تبين عدد المستفيدين وعدد المشاركين والعلاقة التي تربطنا بهؤلاء المشاركين من أساتذة باحثين، من جمعيات إلى غير ذلك. فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية المنجزة إلى حد الساعة التي هي في طور الإنجاز، يعني لدينا 12 مشروع تشمل مراكز ثقافية في كل من إفني وطنطان، مراكز للتنشيط الثقافية في كل من عمالة إقليم إفني في الخصاص ومير اللفت، وبالنسبة لعمالة أساس الزاك في الزاك، مركز للتنشيط الثقافي في الزاك، ثم مركز للتنشيط الثقافي بالوطية، فضلا عن 4 نقاط للقراءة بإقليم قلميم. يعني هذه المراكز وهذه النقاط، ونسيت هناك معهد موسيقي في قلميم ومركز لصيانة التراث في قلميم أيضا. على غرار السنوات الماضية نحن نسطر البرنامج دائما، وكان كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2020 سطرنا البرنامج على غرار 2019 و2018 وهكذا دوري. هذا البرنامج يكون متنوع ويشمل أقاليم الجهة كلها. سطرنا فعلا البرنامج 2021 على غرار البرامج السابقة، ونتمنى أن يرفع الله عنا هذا البلاء وهذا الوباء كي نستمر في إعداد البرنامج. مثلا على رأس هذا البرنامج المعرض الجهوي للكتاب في نسخته 11، كذلك هناك مهرجان قلميم الأساسي الذي ننظمه تحت اسم هزيج وادون من خلال ثلاثية القدرة وقنقة والهرمة. هذه الرقصات التي كانت تندثر حاولنا إحيائها منذ 3 نسخ، ونحن مقبلون على تنظيم النسخة الرابعة إن شاء الله. وهذا المهرجان مهرجان أساسي جدا ومهرجان تراثي يعرف إقبالا كبيرا هاما جدا.